نركز مع بعض السؤال اللي بعده ده multiplicative انفرس اوف 3 اوفر 2 المالتيبليكاتيف انفرس اوف اني ثينج هات الريسايبركل شقلب الرقم فانا 3 اوفر 2 يبقى المالتيبليكاتيف انفرس هو 2 اوفر 3 سؤال الاديتيف انفرس وتشينج ذا ساين لو كان السؤال had the additive inverse of 3 over 2 كنا we change the sign هتبقى negative 3 over 2 فالسؤال ده سؤال امتحان multiplicative inverse والadditive inverse ركز في السؤالين دول لازم ده موضع سؤال في الامتحان نخش على السؤال اللي بعده بيقول لي if x minus 3 على x minus 5 belong to q معنى ان belongs to q ان it's a rational number وعشان اكون rational number اركز ان الدينيمينيتور is not equal to 0 يبقى دايركت على طول تمسك القلم الرصاص بتاعك وتكتب x 5 is not equal to 0 هودي ال 5 to the other side هتبقى x is not equal to 5 يبقى انا هختار الانسر سي تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا بلس مدرستنا المستقبل يبدا الان